السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا لهذا اليوم هو إنشاء أشكال هندسية، والأهداف من هذا الدرس هي أن نتعرف المستقيم والقطع المستقيمة، أن نوظفها في إنشاء أشكال هندسية. وقبل ذلك دعونا نبدأ بالحساب الذهني باستعمال بطاقات، واليوم سنضرب العدد 10 في الأعداد من 0 إلى 10 بشكل تناقصي. إذا 10 في 10 تساوي 100، أحسنتم. 10 في 9 كم تساوي؟ جيد، تساوي 90. 10 في 8 كم تساوي؟ ممتاز، تساوي 80. 10 في 7 كم تساوي؟ ممتاز، تساوي 70. 10 في 6 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 60. 10 مضروبة في 5 كم تساوي؟ جيد، تساوي 50. 10 مضروبة في 4 كم تساوي؟ ممتاز، تساوي 40. 10 مضروبة في 3 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 30. 10 مضروبة في 2 كم تساوي؟ جيد، تساوي 20. 10 مضروبة في 1 كم تساوي؟ تساوي 10، جيد. و10 مضروبة في 0 كم تساوي؟ ممتاز، تساوي 0. والآن دعونا نبدأ درسنا اليوم بالوضعية المشكلة كالعادة. سأقرأ الوضعية، أنصت جيدا. طلبت منك أستاذتك رسم الأشكال الهندسية التي تعرفت عليها في الدروس السابقة، كيف ستقوم بذلك؟ إذن الوضعية واضحة، ولنجيب على هذا السؤال دعونا أولا نتذكر ما تعلمناه في الدروس السابقة. أولا تعرفنا على الأشكال الهندسية ثلاثية الأبعاد، مثل ماذا؟ مثل المربع، جيد، وكذلك المستطيل، وتعرفنا كذلك على المثلث، وكذلك تعرفنا على القرص. هذه الأشكال تسمى أشكال هندسية ثنائية الأبعاد. وفي درس آخر تعرفنا على المجسمات، مثل ماذا؟ مثل المكعب والأسطوانة، وأيضا متوازي المستطيلات، وأيضا الهرم. هذه تسمى أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد لأن عندها ارتفاع. وفي درسنا هذا اليوم سنتعرف فقط على كيفية إنشاء أشكال هندسية ثنائية الأبعاد. وقبل ذلك دعونا نتذكر خاصية المربع. إذا تعرفنا سابقا على أن المربع هو شكل هندسي يتكون من 4 أضلاع متقايسة و4 زوايا قائمة. ماذا عن المستطيل؟ إذا تعرفنا سابقا أن المستطيل شكل هندسي يتكون من 4 أضلاع، كل ضلعين متقابلين متقايسين و4 زوايا قائمة. أما المثلث فتعرفنا على أنه شكل هندسي يتكون من 3 أضلاع و3 زوايا. والآن أصدقائي لاحظوا معي كيفية إنشاء المربع. كما قلنا سابقا المربع يتكون من 4 أضلاع، الضلع الأول، الضلع الثاني، الضلع الثالث، والضلع الرابع. إذن لرسم المربع نحتاج ل4 أضلاع. ولاحظوا معي شكل الضلع الواحد، جيد، إنه على شكل خط مستقيم، وبالتالي لرسم مربع نحتاج ل4 خطوط مستقيمية، وهذا ما سنبدأ به درسنا لهذا اليوم. دعونا نتعرف على مجموعة من الخطوط، لاحظوا معي ما الفرق بينهم، جيد، الخط الأول هو عبارة عن خط مستقيم، ونقول ليست له بداية ولا نهاية. أما الشكل الثاني فهو القطعة المستقيمة، والقطعة المستقيمة هي خط مستقيم محدود من الجهتين بحيث له بداية ونهاية. أما الشكل الثالث فهو عبارة عن منحنى، والمنحنى هو الخط المنحني فهو غير مستقيم. كيف سنقوم برسم الأشكال الهندسية؟ جيد، باستعمال المسطرة لرسم الخطوط ثم إنشاء الأشكال الهندسية.
وهذا ما سنستعمله الآن. لاحظوا معي هذه التربيعات. إذن على هذه التربيعات سنقوم برسم الأشكال الهندسية باستعمال الخط المستقيم. لا تنسوا عندما نريد رسم الشكل الهندسي فيجب علينا أن نستعمل ماذا؟ أحسنتم، يجب أن نستعمل دائما المسطرة. دعونا الآن نبدأ برسم المربع. سنرسم الخط المستقيم الأول، أي الضلع الأول، وعلى غراره سنقوم برسم باقي الأضلاع. فخاصية المربع هي أن جميع أضلاعه متقايسة، وفي هذا المثال استعملنا عدد التربيعات، فكل ضلع فيه 9 تربيعات. أما المستطيل فخاصيته أن كل ضلعين متقابلين متقايسين، لهذا قمنا برسم الضلعين المتقابلين بنفس اللون، وفي الطول 15 تربيعة، وفي العرض 6 تربيعات. وأخيرا لرسم المثلث ما نحتاجه هو 3 خطوط مستقيمة، فالمثلث عنده 3 أضلاع، وبهذا نكون قد رسمنا الأشكال الهندسية الثلاثة: المربع والمستطيل والمثلث. دعونا الآن نستثمر ما تعلمناه في إنجاز مجموعة من التمارين. إذن سأقرأ عليكم السؤال الأول: أرسم مستقيما يمر بالنقطتين الملونتين بالأحمر. أرسم قطعة مستقيمة طرفاها النقطتان الملونتان بالأخضر. كيف سنقوم بذلك؟ جيد، هذا هو المستقيم، فالمستقيم يمر من النقطتين لكن ليست عنده بداية ولا نهاية. أما الشق الثاني من السؤال فهو القطعة. جيد، فالقطعة لها طرفان وهما النقطتان الملونتان بالأخضر. والآن دعونا ننجز التمرين الثاني. أكمل رسم الأشكال الهندسية. إذن الشكل الأول عبارة عن مربع، ما علينا فعله هو أن نكمل رسم المربع، والمربع كل أضلاعه متقايسة، وفي هذا التمرين سنستعين بالنقط حتى نرسم الأضلاع كلها متقايسة. إذن لاحظوا جيدا كيف سنرسم هذين الضلعين المتبقيين. سنرسم الضلع الأول على 7 نقط، والضلع الثاني كذلك على 7 نقط، وبالتالي قد نكون قد أنهينا رسم المربع. أما الشكل الثاني فهو المستطيل، ما علينا فعله هو إكمال رسم الشكل بحيث يكون كل ضلعين متقابلين متقايسين. وأخيرا الشكل الثالث هو المثلث، وهذا المثلث هو مثلث قائم الزاوية، وقد تعرفنا في دروس سابقة على مثلث قائم الزاوية، فالمثلث قائم الزاوية له 3 أضلاع وزاوية قائمة. أحسنتم، جيد، ممتاز.